السلام عليكم مشاهدينا الكرام. سافرت اليوم من أعالي جبال الأطلس كبير الأوسط وبالضبط الطريق الرابطة بين الهضبة السعيدة أي شبوك ماس ومدينة أزيلال، وللمسافة ديالها 73 كيلومتر حوالي ساعة ونص ديال الوقت. طريق المناظر ديالها خيالية، تحبس الأنفاس بمنعرجاتها واللي كتمر على عدة قمم جبلية اللي كيفوق العلو ديالها 2000 متر. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك الى كتشوف قناة اول مرة، وفرجة ممتعة. Thank you.
Thank you.
Thank you.